الحافظ الذهبي رحمه الله أيا وحو الإمام حافظ نين أيا وحوها مد خمر هذا عباء لا دوفر سوى السلف كيني نقوري نقا أيا صون نقلنا أيا نين با خمر هذا عبي مركزا وحاوتي مد غيريدي مركزا الله لقنا كلمة التوحيد إساقو كلمة دانا ما أقول لما ننو لانترين إلهينا حرير بما إلهي مركزا مركين إلي لا إله إلا الله أيا وحوري اشرب واسقيني بولي وارعب بولي دان أنا إيش بولي سوى نفتك أبا إساقو لا عب أنا إيش بولي إلا نرشي سوى وحي خمراتهم بيساقية أهل الشرك يا أصحاب طاين ويسكوشوا شو بيترين إيشب يعب يعن عبو نلوش إنتم بهي ذكر جاني توحيد كاني إنتم بدنا شغلكم إلهي سيدي بين نفتك أقب حدا يقول يا حافظ ولا ليال علامة ابن القيم رحمه الله أيا وحا ولي ابن القيم من أيا وحا نقا نقولها ثم شدي هاست هاسو بشقدي سوها وطمشو وهاس وشر ووحن خير كتير وكلمة إذا بدأ رأى ونقن حمو وعابو كشقيني مركز السكرات كيبا قبطي عرب كيسي محو كدن بيبوري وحو عرب كيسي كدن بي تن 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 تسوها هي نفتك بعد ذلك التوحيد لا إله إلا الله دبر لي تن 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 تسوها هي كبعد وابن القيم حسين أصول نقلنا إياه وذلك قيمي كبدناوي إخواني في الله أديك أقام بها داد وفيرستي هذا لشيء كيستي داد كأمواد ميرا وحد أركي مد نور يو دلالي وحلقه ورمي مد مذوب هذا إسبدلي نوعي إسبدلي وحصول أنه وامحي وسوء الخاتمة إله سبحانه وتعالى عربتين هاقاتيون إخواني في الله معاصد وخطر خاتمة الدنب أوكاح وماتانا لبتي ذي لهذه انت سينا غفلا أمثلين إنه سوق هذا النوع أما بتسالوه كواب الدنب هل كان يقرا لكن محاضرة وقت جدي سلكي سينينا إلهي بابلن قاضي وحوري يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إلهي سبحانه وتعالى وحوري إلهي وحوافت هذا الكثابت كيتو سنلوشا أدوية كلمة التوحيد وحو ربي وافت وكهد لكلية تتك مؤمنين تا أدوية إيا آخرة وحو إلهي باديين إيا كوا الظالمين تا كتو سن ما يا رب سبحانه وتعالى خاتمة دودنا وناجن ما يون إخواني في الله وحنوسو دقدقيا بحيث هاي أسبابتا إنه كيني كرتا خاتمة حمضة مهمة دواتا قفك نفتي ويكا بحضي كلمة التوحيد كيبو كهد لواي قبر جيبا نعي قار قار مصبع اسكو دو دو لك الفوري كريواي ولا يصلح بالي وحكا استعداء ما غريب وحلقا يا بادتك بارين اوقاتان خرافات يشيكوين كبار أنس بن مالك رضي الله عنه أي حديث كي بخاري كتري بلدب وحصوصه وحوط المامينين خيبني نجار أولي بآل عمران بقراء قرآن كي قيمي قبضنا أخري أولي بكاتب أها وحي قراء انتو اسكه عراري أو ردوبي أو قالوبي إنه قال ذي أتقين أولي بأي رفعوه أي دلع سيين عاد أي مريين نين أي كرنقان وحنا ديتنا محمد بوصانع وانين قيمة له وانين لسوء دويستو قال ذي بس الرسي ما لنتي أول لنتي أي حبالين دي حباشي قيسية دي حبالي إلي وانين أي محمد كسو عريسي أو دينتي إسلام كسوى بحي أو إيقا أويمد أو الشرفيين دلع سيين درجة سريسيين مركزو لنتي وي حبالة وحو حديثكو تلمامي أنا سووريني إن مركي آسان بريتو ليسك يدبد إسكي يالون واقو قبري أركان وحينا ورملاكو يحمي حماي ني محمد الرقيسي
ayaa ninkan ogaayo wixii qabo qabriga ka soo saaray, haddana way xabaaleen. Dabadii haddana isagoo iska yaalla maalintii dambe, ariib markii dambe u taag waayeen bay faraha ka qaadeen. Maxay ku tusaysaa marka? Khaatimu xumadu waa tan, ikhwaani fillaah, waa inaad ilaahay weydiisatay had iyo jeer inuu khaatimada kugu dilo. Waxaan ogsoonahay inay khaatimo xumadu dhibtay leedaad garan, adigiyo khayrkaagu yar yahay ayay khaatimadaadoo fiicnaataa meel sare ku geysa, adigoo khayrkaagu badan yahayna way ku tirtirtaa. Waxaad soo qaadataa Al-Usayrim, ninkii la odhan jiray Al-Usayrim. Usayrim waa nin la yidhi Islaam, Islaamkii baa loogu taagu waayey, khayr oo dhan baa loogu taagu waayey, Islaam baa yidhi maaya buu yidhi, Islaami maayo, anigu Islaami maayo. Dagaalkii Uxud baa dhacay, Uxud ee dhibta badnaa. Dagaalkii Uxud markii uu dhacay buu xisaabtamay, bal u fiirso, Islaamnimo waa lagala quustay markii hore, wuu isa soo maqiiqay, isagiio ordaya buu yimid safkii, wuu dagaalamay, wuu diriray, wuu dhintay. Usayrim isagiio sakaraadaa loo yimid oo dhaawac xun uu ku yaallo, waxaa yidhi war maxaa ku keenay? Waa Camar ibnu Saabit, ninkaan ka sheekeynaa Al-Usayrim, Camar ibnu Saabit. Waxaa la yidhi war maxaa Camar uu ku keenay? Bal waran baa la yidhi halkan maxaa ku keenay? Wuxuu yidhi Camar, waadigii islaamnimada nici jiree diidanaa, maxaad u timid maanta? Wuxuu yidhi waxaan go'aansaday inaan islaamka galo. Wuu islaamay, wuu dhintay, nebigaa looga waramay innahu min ahli ljanna, buu nebigu calayhi salaatu wasalaam. Khaatimo fiican buu ku dhintay kaas. Ilaahay ragcaduba tukan, waa ahlu janna. Haddana salaad badan ma tukan, waa ahlu janna. Wuu islaamay, wuu ashahaatay, wuu dagaalamay, wuu shahiidnimo qaaday, halkaasuu ka fuulay. Al-Usayri, Camar ibnu Thaabit. Dhinaca kale ka eeg, kii wanaagga muujiyey wuxuu qarsoonaayeen isna maxaa ku dhacay? Qusmaan soo qaado, Qusmaan. Qusmaan wuu dagaalamay, waa munaafaq, waa urkagaalow. Seeftii buu qaatay isla Uxud, wuu diriray, wacdarihii uu dhigaayey iyo siduu gaalada u seexseexinaayey ayaa lala yaabay. Ninkii oo dhaawacan baa loo yimid. Bal waran baa yidhi Qusmaano, wuxuu yidhi waramay, wax kale uma dagaalamayn buu yidhi, anuu tolkay unbaan wax ka celinay buu yidhi tolkay. Meesha tolkay uu ku dhammaanayo unbaaban ka diray buu yidhi. Nebigu wuxuu sii sheegay inuu helu naar yahay, wuxuu qaaday seeftiisii uu istilay nabarkii intuu adkaysan waayey. Markaasaa nebiga loo waramay oo ninkii Qusmaano saa buu yidhi innahu min ahli naar, buu nabigu calayhi salaatu wasalaam, waa ahlu naar. Seeftii uu qaatay iyo muslimiintii uu wax ka celiyey iyo gaaladii uu la xarbiyey iyo diintii uu gargaaray, wixii oo dhan isagu kuma jirinba, wixiisi waxay noqdeen khaatimo xumo. Hadda waxa isweydiinle, adigu maxaad ku dhiman doonta haddaad marna dhalinyar baatay aad gabdhaha yar iska raacdid, marna aad cibaadaysatid? Waxaad isweydiisaa goormay horta naftu kaa bixi doonta? Ma markaad gabadha la joogtay kaa bixi, mise markaad masaajid ku tukanaysa kaa bixi doonta? Haddaad maalin tukatid, maalinna aana tukan, ma maalinta tukanaysay kaa bixi, mise maalintaana tukanayn? Ma isweydiisa? Waxaad isweydiisaa haddii aad gubaha iyo xaaraanta aad guratid ama muslimka aad dhibtid, ma maalinta dhibta ku jirtay naftu kaa bixi, calooshaad iyo xaaraan ka buuxdo? Isa adigoo mu'min, ilaahay u diyaaray naftu kaa bixi doonta. Waxaa la doonayaa inaad xisaabtantid waa tan, ilaan khaatimo xumadu waa sidii ay kuugu timaada naftu weeye. Naftu siday kuugu iman doontaa ma xisaabtanta? Ikhwaani fillaah, asbaab baa loo baahan yahay haddaba inaan la nimaadno si khaatimadeenna aan u fiicnayno. Asbaabtaa waxaan leenahay kow, waa marka koowaad waxa weeyaan waa in ididiiladeenna aan koobno, waa inaynaan halmaamin geerida, aan xasuusnaana dhimashada. waxaa khaatimo xumaday nagu keeni karaa waxaan leenahay waa duulul amal maca nisyaani, innagii oo halmaana addaar al aakhira, daarta aakhira.